مي انا فهد كلمني لازم ارد البيت. هل انت قاعده مع امي؟ انا عندي كليه صراحه، يوم الخدامه موجوده، واذا تبين شيء ضروري ضروري دقي علي. زين انا اخلص شغلي وارجع. وما ادراك ما امي، مسلسل يتناول قضيه جوهريه محورها علاقه الابناء بالام بين عقوق وبر وقسوه ورحمه، ويفتح من خلالها النوافذ على قضايا اجتماعية بحس إنساني عال. راح أخذ غصب عنك عرسلاتي له وتقول لي غصب عنك، تبين الله يوفقك روحي يمي. دور جديد ومو بس أثر علي، أنا قاعدة أقرأ تأثير على الناس الحين في الكومنتات اللي تقول إحنا مرينا في قساوة من الأمهات. يعني أمس قريت هالكومنت، الحمد لله على أمي، أمي تملك قلب حنون مسكر، ما يقول عندي أم تحاتي، ما يقول ما يحس هالولد. تتمرد الأم المقعدة على ظروفها الخاصة وتكسر القيود المحيطة بها وتقدم القسوة والحب والتضحية والسلام، فقلب الأم يعفو مهما قسى الزمان. ردي على بناتك وصلحي العلاقة معاهم. لا تبين أنا أحط رقبتي برحمة واحدة فيهم؟ تبينهم يشمتون فيني؟ دائما يقولون الأخت العودة هي مكان الأم، فهي بالضبط صايرة مكان الأم في المشاكل والحلول والفرح والتعاسة والسعادة والأحزان، هي اللي ماسكة كل شيء. يعني دقي دقي على ريلة تشوف ايش صار فيها، لا يكون ماتت. تدرين ماتت البناية شنو ممكن يصير فيك؟ المسلسل يكسر أسوار البيوت العربية ويقدمها كما هي على حقيقتها، ويكشف التشابه الكبير بين الأسر وأن كل عائلة توجد بها غيرة وحب وخير وشر. انت صدق تحتاجين دكتور نفسي؟ راح اوريك من يحتاج علاج ومن يحتاج دكتور نفسي. في كل بيت لازم في اخت اللي بين قوسين، ما بقول شريره بس شريره انا قصدي اللي تغار من اختها ومن دافع الحب والنقص وفي عقد طفوله وهاي، فانا اجسد هالدور ان انا اغار من اختي. امي اني ما اقدر اتغمض عينها بعد هالخبر. يجمع مسلسل وما أدراك ما أمي خطوطا درامية في مواقف قليلة طريفة مع خطوط تراجيدية مكثفة نقلت إحساس الواقعية للمشاهد العربي. من الكويت، سعود الخلف، العربية.